في البداية عايزين نعرف من حضرتك ايه هي المنصة الوطنية للصحة النفسية وازاي نقدر نستفيد منها؟ حضرتك عارفة ان اكتر مشكلة بتواجه المرضى النفسيين مش بس في مصر، في العالم كله، مشكلة الوصمة. الوصمة بتخلي المريض يعني بتصعب عليه اللجوء للعلاج. فالحقيقة احنا حاولنا نلتف حول الوصمة شوية ونقرب احنا للناس، نبقى معاهم في بيوتهم. فوجود المنصة على الانترنت، وجود الخط الساخن على التليفون، بيسهل على الناس التواصل مع معالج نفسي والحصول على الخدمة وهم في أماكنهم. الحقيقة غير أنها بتحارب الوصمة، هي كمان بتساعد الناس اللي عايشة بعيد قوي عن المناطق المركزية أو عن المناطق اللي فيها مستشفيات إن هم ياخدوا الخدمة برضو بشكل سري وطبعا مجاني تماما. طيب احنا طبيعه التعامل على المنصه عامل ازاي؟ يعني لو دخلنا على المنصه ازاي نقدر نوصل للخدمات اللي بتقدمها؟ المنصه الوطنيه بتقدم مجموعه من الخدمات، واحده منهم في خدمه التصفح، ان احنا عاملين صفحه لكل مرض نفسي او لكل ظاهره نفسيه، فالناس تقدر تتثقف، يعني تاخد معلومات عن الموضوع، وممكن كمان يعملوا نفسهم اختبار ذاتي. عندنا اختبارات ذاتيه اذا كنت حد مننا بيعاني من مشكله نفسيه، وفي اختبارات متخصصه للاكتئاب والقلق بالذات، وفي اختبارات متخصصه للاطفال، يعني الاب والام لو عايزين يطمنوا على اطفالهم يعرفوا اذا كان عندهم مشكله، برضو يقدروا يتابعوا نموهم الذهني والاجتماعي من خلال أسئلة بعض مثلا اختبار حضرتك تدوس على زرار يطلع لك الاختبار تملاه يطلع لك النتيجه. النتيجة دي بقى بتوجه الناس يا إما ياخدوا مزيد من المعلومات وبعض النصايح، يا إما تحولهم على إنهم يلجأوا لمعالج نفسي. يلجأوا إزاي بقى؟ يحجزوا على المنصة مع معالج نفسي. عندنا مجموعة من المعالجين النفسيين المتخصصين اللي احنا مطمنين من شهاداتهم ومن أخلاقياتهم المهنية، وبنحطهم على أساميهم موجودة بشهاداتهم بصفاتهم. تمام. ممكن نحجز ميعاد، الإيميل بيتبعت للمريض أو للشخص اللي محتاج الخدمة، وبيحدد ميعاد بينه وبين المعالج، وبرضه بيعملوا فيديو كول أو اللي هي اسمها فيرتشوال كلينيك أو عيادة افتراضية بينهم وبين بعض، وفي سرية تامة ومجانا تماما. مجانا، حلو جدا، ده مهم جدا. كمان نركز عليه. المنصه فعلا موجود معانا على الهواء دلوقتي، يعني اي حد محتاج يعرف معلومات اكتر عنها او الدخول عايز يختبر نفسه حتى بالظبط. يعني انا دي انا هعملها، انا فعلا هدخل واحاول لا لازم ضروري جدا دلوقتي الواحد يعرف مشاكله ويعالجها بالظبط. يعني كلنا بنعاني من بعض الضغوط، فلو يعني حبينا نعرف احنا وصلنا لمرحله ايه بالظبط من الضغط النفسي، ده مهم جدا. بس يعني خدمه قويه جدا مقدمه في وقت مناسب، لان كثير من الناس بتعاني من مرض النفسي وهم لا يدركوا ان هم مرضى نفسيين في الوقت الحالي. هل هي كلها مرض نفسي ولا في مشكلات نفسيه مثلا؟ لا، مشكلات او بعض زي يعني ما قلت امتى يصنف على انه مرض مثلا؟ ما انا قلت هو المرض النفسي معناه ان انا عندي صعوبه في اني، يعني غير الاعراض النفسيه يبقى عندي صعوبه في اني اتواصل مع الناس او اني ابقى بادي وظائفي المجتمعيه. الوظيفه دي ان انا ابقى ام او اب او زوجه او زوج، او حتى وظيفتي في العمل يبقى في صعوبه في التركيز، صعوبه في اني انهي اعمالي في المواعيد المحدده لها. يعني هو الفانكشنينج هو مفتاح اذا كان الواحد مريض او غير مريض، اللي هو اداؤه الوظيفي في المجتمع وفي الاسره. Mm-hmm.